دايما لما نشوف ابطال مصريين اساميهم منوره كده في الصحف العالميه نحب ونسعد ونتشرف ان هم يكونوا معانا. والنهارده هنكلمكم عن عمرو غانم، وهو ابتدى مشواره من ميلانو، راح للندن، ابتدى ان هو يعني كان بيشتغل في احد المطاعم، لكن بعد كده بقى بطل في الملاكمه التايلانديه، اعتقد حاجه ريليتد بالكيك بوكسنج والكلام ده. وابتدت قصته بقى تتنشر في الصحف، ذا سان وذا جارديان، ورحله كفاح الحقيقه كبيره تفكرك كده ايه باحمد زكي في النمر الاسود. فخلينا ناخد دلوقتي عبر زوم من ايطاليا عمرو غانم، اهلا بيك، وعايز اسمع الحكايه والمشوار ابتدى ازاي والبطولات اللي خدتها، وكان احساسك ايه وبيتكتب عنك في ذا سان والجاردين، وكتب وقالوا ايه؟ أهلا بكم، شرفنا. أنا كان عندي 18 سنة لما سبت ميلانو ورحت لندن. كنت الأول شغال كـ KP washing dishes. كانت حياة صعبة يعني في البداية، بس أنا طول عمري بلعب الرياضة دي. بدأت وأنا عندي 15 سنة في الكيك بوكسين في ميلانو، بس بعدين كان طول حياتي كنت عايز أبقى لعيب. فأما رحت لندن بدأت أشتغل، بس برضو كنت بتمرن على طول. بس كان سني حوالي 18 سنة، فكنت لسه صغير يعني. فبعدين بدأت ألعب أول ماتشات في سن 19 سنة اللي هم الأماتشور. وبعدين بدأنا نلعب، بقيت بروفيشنال وأنا عندي 21 سنة. بدأنا نكسب بطولات. أول بطولة كسبتها، أنت ممكن تشوف الأحزام بتاعت احنا ورايا. شايفين الاحزمه كانت كنا شايفينها من شويه وراك. أول حزام ده كسبته في 2019، ده من بطولة إنجلترا ضد ولد اسمه جيسون أوهارا. كان ماتش صعب جدا. أنا خدت الماتش، اتصلوا بيا حوالي 10 أيام قبل الماتش وسألوني أنت جاهز ممكن تلعب؟ أنا قلت طبعا كنت جاهز عشان بتمرن على طول. ولعبت والحمد لله كسبنا. وبعدين عندك ثاني حزام The British title، ده كسبته في سنة 2022، كان ضد ولد اسمه ديلان أوسمور، إنجليزي برضه. دي بطولة بريطانيا، حزام غالي عندي جدا هذا. وبعدين ده آخر حزام كسبته في سنة 24 في مارس، ده الانتركونتيننتال تايتل، ده اللي قبل بطولة العالم. وبكرة إن شاء الله هلعب لحزام أوروبا ضد ولد فرنساوي، هو فرنساوي جزائري. فهيبقى ماتش إن شاء الله ماتش جامد، بس أنا مستعد أنا والتيم بتاعي we so ready so عمرو، انت قلت anytime. لي ابتديت من وانت تدخل يعني في الاحتراف من وانت عندك 18 19 سنة، صح. المشوار ده اصلا ابتدى من امتى؟ يعني انت بتلعب كيك بوكسنج من وانت عندك كام سنة، وايه اللي خلاك تقدر وشجعك انك توصل للمستوى ده من الاحتراف؟ أنا بلعب من وأنا عندي 15 سنة. بابايا عشان يبعدني من انت عارف، هو لما الواحد بيبقى صغير عنده اصحاب، وعشان اوروبا برضو صعبه العيشه هنا، احنا مولودين هنا، فعشان يبعدني من الطريق ده كتبني في الكيك بوكسين وانا عندي 15 سنه. وبعدين انا حبيت اللعبه جدا، طول حياتي احب اللعبه دي. بذلت مجهود ولسه ببذل مجهود كبير جدا، وعلى طول بتمرن، و ربنا كرمني الحمد لله. we ready we train all the time.
وعمرو يعني بتقولي والدك حاول ان هو يدخلك الرياضة دي علشان يبعدك عن اي انفتاح هو مش عايزه او اي طريق هو مش عايزه ان انت تكون فيه في صح اوروبا، وفعلا الرياضة بتحمي من كل ده. انت تقول ايه بالضبط. لسه الشباب الصغير اللي مولود وعايش في اوروبا لكن عايز يحافظ على عاداته وتقاليده، وازاي الرياضة ساعدتك في ده؟ دي حاجة مهمة جدا. لو عايز تحافظ على تقاليدك و where you from والكلام دي كلها، لازم تلاقي سبورت أنت بتحبه. السبورت جميل جدا للبني آدم أصلا كنفسك، بيخليك تحس بفرحة كبيرة لما تكسب حاجات، أو بيديك هدف في الحياة لما أنت تصحى كل يوم. حتى وانت صغير بيعلمك الرجولة وحاجات كتير. ده اللي انا بشجع اي طفل او اي عيل صغير يروح جيم، يروح يلعب كورة، يروح يلعب باسكتبول، اي حاجة انت بتحبها روح اعملها، عشان ده الطريق الصح بالنسبة لي. عمرو يعني ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق بكرة في البطولة ونتابعك على طول. عمرو غانم شكرا جزيلا على وجودك معانا. Thank you so much. شكرا جدا. أنا أشوف وشكم على خير.